الرعاية التلطيفية هي طريقة لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من أمراض تحد من الحياة. تهدف فرق المحترفين إلى دعم جميع جوانب رفاهية الشخص مثل الأعراض الجسدية والاحتياجات العاطفية والروحية، بالإضافة إلى دعم أحبائهم. الهدف العام هو إعطاء الأولوية لراحة الشخص وكرامته وضمان فهم ومعالجة ما يهمه. قد يبدو هذا النوع من الرعاية مختلفاً تماماً عن العلاج الطبي الذي يتركز على علاج المرض، حيث يتم إجراء علاجات قاسية وغير مريحة مع أعباء ثقيلة من الآثار الجانبية على أمل إطالة العمر. يمكن تقديم الرعاية التلطيفية في أي مرحلة من مراحل المرض، حتى مع المعالجة الطبية، وتشمل أيضاً الرعاية عند قرب الموت. يمكن تقديم هذا النوع من الرعاية في أماكن مختلفة كالبيت أو المشفى، وتضم اختصاصات مختلفة حسب وضع المريض. في هذه الأوقات العصيبة، وكما يبدو أن الفيروس قد تمكن من التحكم بالعالم، فإنه من الطبيعي أن نشعر بالقلق حول ما سيحمله المستقبل لنا ولعائلاتنا. ونحن كمسلمين نتمسك بإيماننا بالقضاء والقدر، ونؤمن أن موت الإنسان مكتوب مسبقاً، لكن علينا أن نعمل ما بوسعنا لتوفير الراحة للمريض والمحافظة على كرامته. عندما يصل شخص ما لمرحلة قريبة من الموت، هناك عدد من جوانب الرعاية المختلفة التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة. أحد الأهداف المهمة هو المساعدة على تخفيف الأعراض المزعجة قدر الإمكان، مثل الألم أو ضيق التنفس إذا كان ذلك مهماً للشخص ولعائلته، وأيضاً التواصل الواضح بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمريض والأقارب أمر ضروري جداً حتى يفهم الجميع ما هو مهم لذلك الشخص ولكي يعملوا معاً على تحقيق هذا الهدف المشترك. تشمل فرق الرعاية التلطيفية على الأطباء والممرضات المتخصصات وكذلك المرشدين الروحيين. يرجى الانتباه إلى أن العديد من المستشفيات فيها رجال دين مسلمون يمكنهم المساعدة في تقديم التوجيه والدعم الإسلامي، خاصة خلال هذه الأوقات، حيث إذا تم إدخال شخص إلى المستشفى فقد تكون الأسرة في عزلة بسبب الفيروس وغير قادرة على زيارته. في هذه الظروف يمكن أيضاً استخدام التكنولوجيا مثل الاتصال بالفيديو كوسيلة لدعم أحباء المريض وأقربائه، بالإضافة إلى طرق أخرى لتحقيق السلام للشخص المحتضر. نحن نعلم أن كبار السن والضعفاء والمصابين بأمراض أخرى هم الأكثر عرضة لخطر فقدان حياتهم عند الإصابة بفيروس كورونا. من المهم جداً أن يشارك الأشخاص الذين يندرجون ضمن هذه الفئات رغباتهم في أقرب وقت ممكن، حتى يتم أخذ خياراتهم بالاعتبار أثناء اتخاذ القرار حول نوع ومكان الرعاية الطبية التي يرغبون في تلقيها في حال إصابتهم بالمرض. يرجى التحدث إلى طبيبك العام إذا كنت ترغب في الوصول إلى هذا الدعم في المجتمع. في النهاية كمسلمين نعلم أن كل روح حية ستلتقي بالموت وهي في طريق العودة إلى الله. تهدف الرعاية التلطيفية إلى جعل رحلة العودة هذه مريحة قدر الإمكان. إذن ما هي الرعاية التلطيفية؟ هناك طريقان يمكنك السير فيهما، طريق العلاج الطبي وطريق الراحة. يمكن أن يكون طريق العلاج قاسيا جدا ومليئا بالآثار الجانبية والإزعاجات والعديد من المتخصصين والغرباء، لكنه شيء مقبول لأنك في النهاية ستشفى إن شاء الله. أما في طريق الراحة فهي لا تؤدي إلى علاج، ولقد عرفنا أنه من غير المرجح أن يتعافى المريض ولكنه سيموت على الأرجح، لذلك لا ينصب التركيز في هذا الطريق على العلاج بل على الراحة. وعلى الرغم من عدم قدرتنا على تغيير وجهة الرحلة إلى الموت، ولكننا من خلال التأكد من تخفيف الألم وتلبية الاحتياجات الروحية والعاطفية للمريض، فإننا على الأقل نستطيع جعل هذه الرحلة أكثر راحة له.